يقول أحس غيري على قيام الليل والأعمال الفاضلة الأخرى، إلا أنني لا أقوم بما أحس عليه الناس كما ينبغي. هل ينطبق علي قوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون؟ نعم، إذا كنت تتساءل عن العمل الصالح وأنت تحس الناس عليه فإن لك نصيب من هذه الآية لما تقولون ما لا تفعلون، ولأن الناس يقتدون بك. إذا أمرت الناس بشيء فتكن أول من يبادر إليه من الطاعات حتى يصدق قولك عملك حتى تكون قدوة صالحة، وليس هذا من باب الوجوب، إنما هو من باب الأولوية والأفضلية والاستحباب. أما في الأمور الواجبة فلا يزال أحد بتركها، ولكن لا تترك الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف حتى ولو قصرت في بعض الأمور، لا تجمع بين إساءتين، ترك الدعوة، ترك الأمر بالمعروف، وأيضا ترك العمل الصالح أو الإقلال منه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.